تلقي نساف كارتشي، وهنا عندنا خطأ، والخطأ هنا في كرة ملعوبة، والهدف الأول. الهدف الأول خطأ في وضع حائط الصد، يستغله اللاعب هنا مهدي كياني. مهدي كياني يسجل أول الأهداف لمصلحة فريق تراكتور سازي. هدف أول يأتي لمصلحة تراكتور بعد كرة ثابتة، وخلينا نقول حارس المرمى اللي لم يضع حائط الصد في المكان السليم، يأتي هنا مهدي كياني يسجل أول أهداف تراكتور سازي هنا لمصلحة تراكتور. إذن مع الدقيقة رقم 7 بالشوط الثاني، شوف واضحة الزاوية الحالة، هنا فيها مرور والكرة عدت، وتسديده خطيرة فيها تعديل. جول جول! التعديل يأتي هنا عن طريق أرتور غافور كيان. التركمانستاني يفعل ما لا فعله الأوزبك، يسجل هنا أول الأهداف لمصلحة نصاف. يعود بالمباراة من جديد يا بيرديف، يعود بالمباراة من جديد أرتور غافوركيان، يأتي الآن بهدف التعديل لمصلحة الأوزبك. يأتي هنا أرتور غافوركيان، تابعها بشكل سليم الكرة الماضية، والكرة عدت للشباك، وعندنا تغيير هنا. تيموتيان يأتي الآن، وأحمد أمير كمدار يغادر أرضية الملعب. هذا التغيير اللي موجود، شوف الهدف، شوف التسديدة السليمة، شوف المتابعة جاءت بشكل سليم جدا. يأتي هنا بأول عند الأوزبك، تأتي عالي للقائم الأول. جول جول على الطريقة البرازيلية، يستغل التقدم اللي كان ويلعب لكرة بشكل سليم، عدت للشباك بثاني الأهداف. نصاف بنفس نتيجة الأولى أو مباراة الذهاب، مرت الكرة للحارس حمد لك. إذن قلنا لك الشوط الأول ما شفناك ولا جت الكرات، لكن هالمرة لا، عملها في الشباك. يأتي الهدف الثاني لمصلحة نصاف كارتشي. أرتور غافوركيان يأتي بالثاني بعد ركلة زاوية مرت للشباك وخطأ من حارس المرمى. شوف الكرة. الله الله، والله من تسهل يا تركمانستاني، من تسهل أبدا. أرتور غافوركيان يأتي بالهدف الثاني مع الدقيقة